مساء الخير، راح اشرح لكم اليوم طريقة مختصرة شلون تاخذوا موعد من التطبيق اللي خاص مواعيد الاطباء في تركيا. قبل ما ابدي بالشرح، اللي يعرف لغة تركية ويقدر يتكلم بطلاقة يقدر يتصل على الرقم 182 ويتبع التعليمات او الاسئلة اللي هم يسألوه اياها، ويقدر ياخذ موعد لاي شخص كان. بالنسبة للي ما يعرفون اللغة التركية، فالحل الأفضل لهم إنه يستخدمون برنامج حجز مواعيد الأطباء في تركيا. البرنامج طبعا راح ننزله من البلاي ستور أو سوق بلاي بالعربية، فتضغط على تفتح البلاي ستور، تكتب بالبحث مهرسة MHRS، راح يطلع لك أول تطبيق. تضغط على تنصيب أو تنزيل أو تحميل باللغة العربية، بعدها تفتح التطبيق. طبعا مثل ما تشوفون أنا منزل التطبيق وحاضر، نضغط على أوبن، راح تطلع لك هذه الواجهة. طبعا البرنامج تقدر تستخدمه أو تقدروا تستخدمه باللغتين، العربية التركية والإنجليزية. أوكي، تريد اللغة الإنجليزية أو تريد اللغة العربية؟ طبعا كل واحد حسب معرفته يعني باللغة. بالنسبة للغة التركية يعني اللي هي شائعة، فتجي كونك انه ما مسجل بالتطبيق نهائيا، فأول ما تجي على ويا اول، ويا اول، ويا اللي هي العضوية، والاول يعني يصير يعني انه يصير عضو. اوكي، فتضغط يعني تكتب هاي المعلومات الثلاثة حتى تكمل باقي الأسئلة وتسجل ببرنامج بطريقة صحيحة. تيجي كملك نمرة اللي هو رقم الكملك، طبعا للأجانب يبدأ بال99، وبعد 99 راح تجي 9 خانات، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وراها next الاد. الاد مثلا الاد مثلا تكتبه مثل ما موجود بالكملك بالضبط وبالحروف الكبيرة. مثلا تكتب احمد واحمد مهمات احمد. اوكي، لان عندنا يعني بالكمالك العراقية مثلا يكتبون الاسم الثلاثي، يعني اسم الشخص واسم الأب واسم الجد. بعدها نضغط على التالي أو next، فتكتب هنا السوياد. السوياد اللي هو معنى اللقب، طبعا مثل ما موجود بالكملك بالضبط تنزله. مثلا أنا راح أفرض إن هو أحمد، نكتب أحمد. أوكي، بعدها تضغط على كلمة دوام أو بمعنى الاستمرارية. حاليا بعد ما ضغطنا على كلمة دوام راح تطلع لنا هاي الصفحة الثانية. أول وحدة الخيار اللي عليه نجمة حمراء، فهذا مطلوب من عندك إنه أنت تمليه، يعني مجبور إنه تمليه. أوكي، واللي الخيار اللي ما بي نجمة حمراء فمو مجبور إنه أنت تمليه. الخيار اللي بيه نجمتين، يعني مثلا عندك الخيار اللي تشم اللي هو الاتصالات يعني او الارتباط، فتقدر الايميل او رقم التليفون. يعني معنى علامة النجمتين انه تقدر يعني لو رقم تليفون لو ايميل واحد منهن. اول خيار اللي هو الجنسيات، يعني انه ذكر لو انثى، فمثلا تختار انه ذكر. الدوم تاريخي يعني تاريخ الولادة، دوم تاريخ نزة سيتشينس، فتفتح هذه تاريخ الميلاد، تختار مثلا 1/1، تضغط على السنة حتى تختار السنة 87، 1/1 اللي هو عطلة التليفون، تكتب رقم تليفون، تكتب لو الايميل لو رقم التليفون الخاص بك، صفر يعني بدون 0 5 4
وهالشكل. اوكي، على خيار الثالث اللي هو الجوفانليك سوروسو، يعني سؤال الحماية. فتختار واحد من الأسئلة وتجاوب عليه. تريد انت تختار تخلي السؤال اللي انت خاص بك، او تختار واحد من هاي الأسئلة. مثلا ان سيف دين زيمك نادر، يعني احلى اكثر اكل تحبه شنو هو؟ مثلا اختاريت هذا، تجي تخلي له جواب، نقول له دولمة. اوكي، يعني الخيار الثالث جوفان ليك رسمي، يعني تختار صورة خاصة بك انت. مثلا يوم من الايام نسيت الرمز، فيطلع لك هاي الصورة، يقول لك ياهو الصورة اللي انت اختاريتها. مثلا انت مولع بالسيارة، تختار السيارة او الفراشة او الوردة، اي واحد من هذني اللي انت تحبن حتى ما تنساها. مثلا تقول السيارة او الكتاب. بعدين تجي تخلي هنا شفرة، الشفرة لازم تكون مو اقل من 8 وما بيها ارقام مكررة، وتتكون من رقم وحرف فقط. ورا ما نكتب الشفرة، تجي هنا ما تكتب الشفرة، دوس تضغط على كلمة كايدت يعني حفظ، وبهذه الحالة نكون سجلنا بالبرنامج. بعد لما سجلنا بالبرنامج راح يرجع البرنامج ويفتح نفسه تلقائيا. بحالة انه ما فتح البرنامج تلقائيا، ترجع تدخل على البرنامج مرة ثانية وتضغط على تيجي كملك نمرة اللي هي الجريش يب اول خيار، تكتب رقم الكملك 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وراها تكتب الشفرة اللي انت خليتها، وتضغط على بني هاتر له. ليش؟ حتى مو كل مرة انه تسجل دخول، مو كل مرة تكتب الشفرة، مجرد انه تفتح البرنامج على طول يفتح على الصفحة الخاصة بك. فبعد لما يعني تقول له جريش ياب يعني تسجيل دخول، راح يتسجل البرنامج وتفتح الصفحة التالية اللي موجود بيها معلوماتك وبيها خيارات انه اللي تقدر تاخذ بيها الموعد، بس راح اشرح لكم عليها. او بالمستقبل تقدرون يعني اللي عنده تليفونه ببصمة يضغط على علامة البصمة، ومجرد يخلي ايده على الحساس الخاص بالبصمة على طول انه راح يسجل دخول اوتوماتيكي. حاليا فتحنا التطبيق الخاص بالمواعيد، راح اعلمكم شلون تاخذون الموعد بعد ما كملنا تسجيل الدخول. تضغط على هذه علامة الزائد، هستاني دن، هستاني دن رانديفو ال، يعني حجز اخذ موعد من المستشفى. اوكي، نضغط على هذا الخيار. تقدر تسوي عملية بحث على حسب المستشفى اللي هو هذا الخيار، او على حسب القسم اللي انت تريده، او على حسب التاريخ اللي انت تريده، او تسوي بحث بصورة عامة. فالافضل يعني اللي انا ارجحه انه تسوي بحث على المستشفى. فتضغط على هذا الخيار. ورا ما تضغط على المستشفى، هذا الخيار اللي بالاسفل اللي هو الكونوم، تختار المدينة اللي انت ساكن بيها، واحدة من هذه المدن. اوكي، مثلا محافظة بلجيك او اسطنبول او بورصة او اسكشهير. نضغط على محافظة بلجيك. عندك المستشفيات اللي موجودة بمحافظة بلجيك، هي بلجيك أزبيلي سالك مركزي، والثانية بلجيك بوزيوك دولة هستانسي، بلجيك دولة هستانسي، بلجيك أوسمانيلي دولة هستانسي، بلجيك سوت دولة هستانسي. فالمدينة اللي انت ساكن بيها يعني، او المستشفى اللي اقرب يعني شيء عليك، هي اللي لازم تختارها، حتى يعني ما تختار مستشفيات بعيدة ما تقدر توصل لها. مثلا نختار بلجيك دولة هستانس، راح يعرض لك اللي هو البولوم الاقسام او البوليكلينيك اللي موجودة بهاي المستشفى.
هذا الاماتم اللي خاص بالناس اللي مدمنة من الكحول. الثاني بين فيسينير جراحي اللي هي جراحة المخ والأعصاب. التشوجوك جراحة السي جراحة الأطفال. الثانية تشوجوك صالو بهاستلكلر هذا القسم الخاص بأمراض الأطفال. والخيار الثالث تشوجوك في ألجن روح صالو بهاستلكلر يعني القسم الخاص بنفسية الأطفال، يعني طبيب نفسي أطفال. الدي ديري في زهري في هستالكلر بين قوسين كاتب لك جلدية، يعني هو هذا خيار الجلدية فراح يكون هذا الدي. الخيار الاي انفكسيون هستالكلر في كلينيك ميكروبيولوجي، هذا تقريبا يعني مختص بأمراض الكبد الفيروسي وهيك شي. الفي فيزيكسيال توب ب ريهابيليتاسيون اللي هو ما ادري شنو. وعلى هذا الاساس تختار القسم اللي انت تريده، مثلا الجراحة العامة جنال جراحي او جراحة الصدر جوس جراحة السي او جوس هاستلكلر امراض الصدر. اكو فرق بين جراحة الصدر وامراض الصدر. جوز هاستلكلر أمراض العيون إيش هاستلكلر بين قوسين كاتب لك داخلية اللي هي نفس العربية داخلية. الأمراض النسائية كضن هاستلكلر في دوم أمراض النسائية والولادة. عندك الكلب كلب في دمار جراحة السي اللي هو القلب والدمار جراحة قلب ودمار. الكارديولوجي القلبية كولاك بورون بواز حصلك لره أنف وذن حنجرة. نورولوجي العصبية. أورتوبيدي في تراموتولوجي اللي هو العظام. والبلاستيك جراحي يعني التجميلية يعني. روح صالة في حصلك لره يعني هذا معناه الطبيب النفسي، فهذا للبالغين. واللي ذكرته بالأعلى للأطفال خاص الأطفال. صالو كورولو هذا تقريبا خاص بالتقارير الهيئة، كان قبل ما موجود بس حاليا انه ضافوه للسيستم، تقدر تاخذ موعد من السيستم مباشرة. سيجاري براكتر ماكلينهي اللي يريد يترك التدخين يقدر يروح لهذا القسم. والاخر شيء الاورولوجي اللي هو المجاري الامراض المجاري البوليه. فمثلا انه فيزيكسيال اللي هو الفيزيك تداوي يعني العلاج الطبيعي، مثلا انه تختار الجراحه العامه. اوكي راح يظهر لك الاطباء اللي موجودين الخاصين يعني بالجراحه العامه، مثلا اوزلمن يكشولو جوركان جونيري اوز بارالدار. واحد منهم تختار، مثلا نختار أوزلم. بعد ما اختاريت الدكتور راح يطلع لك التواريخ اللي الدكتورة موجودة بيها، أقرب مواعيد 25/12/2017 بازار تسي اللي هو يصادف يوم الاثنين. مثلا تختار هذا التاريخ، الساعة تضغط على الأوندورت اللي هو 14 يعني الساعة 2، تختار مثلا بالثنتين وثلث وتضغط على الدوام. من تضغط على الدوام راح انه ياخذ الموعد مباشرة. تمام. او مثلا يجي الشخص يقول انه انا اريد اخذ موعد يم طبيب الاسنان، فيجي على بيلوجيك از بي ديش صالو مركزي، يضغط على هذا الخيار. طبعا مستشفى الاسنان ماكو غير قسم الاسنان اللي هو الجنال ديش. بعدها تختار الدكتور الخاص بك، مثل ما تشوفون اكو هواي اطباء، مثلا بيرينكوش. بعد ما اختارين الدكتورة تختار التاريخ وتختار الساعة، وبهالحالة يعني مثلا 9:49 دقيقة ونضغط على الدوام على طول يثبت الموعد.
سجل يمك على ورقة وخليه حتى لا تنساه. أتمنى يكون الشرح مفيد، واللي عنده أي سؤال يكتبنا إياه بالتعليق، واللي استفاد من الفيديو خلي مو إذا ممكن يخلي لايك للفيديو، واللي ما استفاد يخلي ديسلايك. وشكرا لكم وإلي. في أمان الله.